ثانيا الامور اللي خصها دار في الصباح. مرحبا بكم في فيديو جديد في نهار جديد من فرانكفورت. اليوم سيدي لنا الرحله اللي غادي نديرو من فرانكفورت لميونشن. اول مره غادي نمشي نزور مدينه ميونشن. فايت لي جيت بزاف المرات هنايا، جلست مدات طوال ما عمرني فكرت نمشي لديك الجهه ديال ميونشن ولا بافاريا ولا النمسا وسويسرا. كنت مولف تنجي لهنا تتبان لي في الجهه ديال امستردام بروكسل ودوك الجوي اللي الهيات. فقلنا هاد المره هادي ضروري خصني نمشي للمنشن اول مره نشوفها كي دايره. باغي نشوف ديك الجهه ديال بافاريا شحال هذا حتى هي الحاجه وحده اللي موتيفياني بزاف هي واحد القصر. هاد القصر هذا تنتمنى تيجيو توريست بزاف الالمانيين كيمشيو تما. انا شحال مره تنقول نمشي والو تتبان لي ديك الجهه ديال امستردام وبروكسل. هاد القصر هذا سميتو نويش فانشتاين، هذا كي يبان لكم هذا. هذا يا سيدي الى كتاب غادي نوصلوا ليه ونحققوا الحلم ديال الجهه ديال بافاريا. ف اليوم نتمنى الامور تدوز مزيان بخير وعلى خير في الطريق. غادي ناخذ واحد شويه الطوموبيل وغادي يشدو الطريق من هنا لفرانكفورت، من فرانكفورت حتى لميونشن. تقريبا 400 كيلومتر، ولكن 400 كيلومتر هنايا ماشي شي حاجه، حيت الاوتوبان ولا لوتوروت الالمانيه تتساعد شويه. كاينين دوك البلايص اللي فيهم السرعه ما محدوداش، وبالخصوص الا كانت الطوموبيل مزيانه تتعاونك شويه تتعطيها كاين هجرة 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 هجرة. تكون غادي ب 200 كيلومتر في الساعة ولا تقول راه برافو راني واعر. وهاد الشيء تتشوف الطوموبيل من اللور تبدا تضربك بالضبط تي 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 تخويلها تكون دايزة ب 300 كيلومتر في الساعة. تقول داك الشيء ديك 200 اللي غادي بها انا ما هي والو. المهم لوطوروت زوينة، لوطوروت حتى هي كيف قلت لكم قبل كاينين توريست عاوتاني تيجيو لهنا المانيا باش يجربوا الجنون ديال السرعه. تلقى ما حيت دول اخرين. انا ساكن في السويد ما تفهمش علاش واحد شاري بورش او لا فيراري او لا لامبورغيني وما تفوتش 110 ولا 120. شنو هو الغرض منها؟ ربما عندهم فلوس زايدين باغيين يشريو الكوليكسيون يعمروها وصافي. هادشي اللي بالي ما تتستمتعش الصراحه بسرعه تمايا. اصلا حتى الطريق عيان، حتى الا حركتي هربتي شويه القانون ديالهم هادي الطريق ماشي ديال السرعه تما في السويد ولا في بعض البلدان. هنايا المانيا عندهم تتحس بلوتوروت غادي بحال الا راك في شي مضمار ديال السباق. تلقى دوره حاده ولكن دايرينها لك مايله هكا، وتلقى الاغلبيه في دوره حاده ودايرين فيها عدم تحديد السرعه. يلا شكون هذا اللي ضو ديك الدوره ب 300 كيلومتر في الساعه؟ عندهم لوطور تبارك الله واعره، شي حاجه يحترمهم الواحد عليها. المهم نرجع الموضوع ديالنا. اليوم قلنا غادي نمشيو من فرانكفورت لميونشن، واحد شويه غادي نشدو الطريق وتشوفوا معنا الطريق كي دايره. يلا تهلاو لي فراسكم تشوفوا واحد شويه. اي فوالا، خديت واحد الطوموبيل من المطار، المطار ديال فرانكفورت. عطاوني واحد الطوموبيل، خديت واحد الكاتيجوري ديال 4x4، عطاوني نيسان. اول مره نجربو نيسان كي دايره. باقي فيها 8 ضربات 8 كيلومتر. يلا حيدوها من الميكا، يلا حيدوها البلاستيكات وعطاوها ليا. اول مره نجرب طوموبيل جديده بحال هكا ضربات 8 كيلومتر. ها انتما شوفوا كي دايره، تبان لكم ليها 8 كيلومتر اللي ضربه. هذه هي ان شاء الله باش غادي نضربوا الطريق نمشيو بها لميونشن. انا باقي هنا في المطار نقضي واحد الشغله عاد نمشي. يلا نتشاف واحد شويه تشاو. سؤال الاخوان كيف تتشوفوا؟ انا شاد الطريق، باقي غادي في الطريق. اليوم الجو زوين صراحه غزال ما يتعيبش. كيف تتشوفوا حتى الطريق ها كانت تطيح الشاديه مثالي، طريق مساعده للسفر. بين الحوايج اللي تقدر تعلم هنايا في لوطوروت ديال المانيا هو بعض المرات تكون غادي تجري او لا تكون تكون السرعه ما محدوداش، حيت تضرب في شي فيراج تضرب في سميتو تيسميوه هما بالالمانية شطاو هو لومبوتاياج. تكون غادي بسرعه
مثلا كاين اللي حيتاتكم محدوده، كاين اللي غادي بين 200 حتى 300 كيلومتر في الساعه، فورات يضرب تيلقى القضيه عامره. دور ديال هذاك السيد اللي خدا الفران بحال دابا هذوك اللي قدامي ديات، غتيلقاو داك الشطا تيديروا لي سينيال بربعه، الطوموبيلات اللي بعاد تيعرفوا لي سينيال بربعه، تيعرفوا راه تما واحد الشطا ولا على غفله، باش هذوك اللي جايين بعاد تيفراني بشي بشي، هما عاوتاني بدورهم تيديروا لي سينيال بربعه للطوموبيلات اللي موراهم، وبهكا تيتفاداو داك الاصطدام. يقدر يوقع مثلا اصطدام جماعي طوموبيل مور طوموبيل يبداو يتزادحوا. هادو من بين الحوايج اللي تقدر تعلم بحال هكا في الاوتوروت. حاجه اخرى عاوتاني، بحال دابا غير حدك تدير السينيال على اليمن، هذا الرموك هذا اللي مورانا اي تيشوف السينيال تيوقف لك تيخليك تدوز، حيت عارف ربما انت محتاج، تيقول هاد السيد هذا ربما راه محتاج غادي واحد الخرجه هنايا راه نساها خاصو يخرج منها، خاص ديما المساعده. بغيت نضوب على اليسار حتى ندير السينيال، الطوموبيل اللي مورايا تتشد الفران تتخلي. هذه هاد القضيه هذه تتعجبني فيهم، تيتساعدوا بعضياتهم بحال ماشي هما تيتساعدوا من الخاطر ديالهم، ولكن هادشي تعلموه هما في البيرمي. يعني بحال دابا حتى تكون تدوز الامتحان ديال البيرمي، الا شي واحد دالك السينيال وما خليتيش داز غادي تسقط في الامتحان، وهادشي هو اللي تيخلي ان السلوكيات ديالهم في الطريق تيكونوا مزيانين، وتيكون داكشي معلمو كل واحد هنايا في الطريق، ماشي تتبقى على حساب هذا زميمون وهذا ولا هذا خايف عقليتو. المهم حنا متجهين بقي الله خرجنا من فرانكفورت، ديما الخرجه ديال المدن تيكونوا بحال هكا تيكونوا عامرين شويه. هي قالت لي انا في نافي باللي راه كاينه تيسميها باوشتيل، كاينه واحد المقطع في هذا الطريق هذا تيصلحوه، وهو اللي يدير هذا الشطاو هذا روبوتيش. المهم كملين الطريق، القضيه زوينه، المناظر يعني ما كاينش الضبابه ولا شي حاجه اللي غادي تخلينا ما نضروش في الطريق. يلا نتشافوا واحد شويه. ستاسيون ديال ليسونس وقفت فيها، لي طواليت فيها كي دايرين، تا واقف تقضي الغرض ديالك، إشهار تيبان، إشهار قدام راسك، لي بغا يشري الكارو. وهنايا عندك أجدي المرايات، دايرين فيهم حتى إشهار، مستغلين المرايات حتى هما دايرين فيهم إشهار. المهم داكشي نقيقي بسبعين سنت. هادشي اللي كاين، كمل الطريق. سو سيدنا لقيتوني باقي في الطريق، هذا أول بوز ليا تنديرو من بعد تقريبا شي 240 كيلومتر. باقا ليا المنشن تقريبا 180 كيلومتر هكاك اللي باقا. وقفت واحد ستاسيون هنايا ناخذ كافي، نحط هنا ناخذ كافي ديالي ونكمل الطريق. خاصني نوصل، بدات الشمس تغرب، خاصني نوصل بكري صراحه باش بحر يلا نرتاح. ديك الساعه الواحد يقدر يشوفنا واش نخرج بالعشيه نضرب نهار نشوف المدينه كي دايره ولا لا، حيت راني شاد اوتيل في الخرجه ديال ميشن ماشي في المدينه، شديت اوتيل قريب المطار ديال ميشن. شوفوا كي دوز الرحله. يلا وقفت ناكل شي لعيبات عندي هنا يجيبهم معايا، نحيدو بهم الجوع حتى نوصل ليهات ونشوف ناكل شي حاجه. الطريق زوينه، تتساعد شويه على ان الانسان يوصل بكري،
ما كاينش، كان واحد الشيء ديال لومبطاياج كيف شفتو في البدايه ديال في الخرجه ديال فرانكفورت، ولكن الامور دازت بخير وعلى خير. ما كانش داك لومبطاياج الخايب كاع اللي تمرض في الطريق. المهم الطريق كانت مزيانه الحمد لله، نتمنى توصل تمشي هكا بخير وعلى خير حتى نوصل ان شاء الله للمنشن. وليك الساعه نشوفو نكتشفو المدينه ديال منشن كاملين، حاولوا نزوروا التيران ديال بايرن ميونخ حتى هو الى كتب ان شاء الله، ولكن نمشيو بعد الحوايج الاساسيين اللي هضرنا اليوم. عاد ديك الساعه نشوفوا بحال هكا التيران ولا شي حاجه زايده الى لقينا تمايا، حيت باقي لنا في ميونخ تقريبا، غادي نقص تقريبا في ميونخ تقريبا واحد السيمانه. يلا نشوف واحد شويه. هذه هي المحطه فين وقفت، هي محطة تتبان صافا مزيانة، كاين هاد لاسباس هذا قداش كبير، والطوموبيل اللي أول مرة تنجربوها نيسان دايرة معنا مزيان. أسيدي هاد نيسان هادي كنت حاقرها، ولكن برافو طوموبيل صافا. هادي الغرض، ماشي داك الكونفور اللي الواحد تيعرفو على الطوموبيلات الآخرين، ولكن صافا مزيان. سو هذا هو حال ديال لوطوروس ديال المانيا. احسن حاجه اولا الحوايج اللي تيعجبوا الناس هنايا هي حيت توقف بحال هكا في شي ستاسيون ترتاح فيها شويه، تتشوف الناس بزاف كاع اللي مسافرين واقفين هنايا، تكتشف شنو كاين داخل في ستاسيون، تاخذ شي حاجه تشري شي حاجه جديده ولا هادشي اللي كاين. يلا نتشافوا واحد شويه. تشاو. لقيت واحد الاخت ديالي راه خارجه اونلاين، دايره سيدي لايف انستغرام ديالها، اللي بغى يشوف انستغرام ديالها ولاشين ديالها يشوفهم ها هما اللي نحطهم هنايا، هادو اللي تشوفو هنايا يتبعوا. خدامه تتفاعل مع الناس. برافو عليك. شوف حنا خلو عاوتاني لاطورة تسدي، بقى ليا 186 كيلومتر. هادي يا سيدي شوملات، dem Straßenverlauf 5 كيلومتر folgen. ديال الرموكه اللي كاينين هنايا اخر جيب بارابول ملصق، جيب بارابول ملصق في الباتريز ديالو، جالس تفرج مسلسل تركي ولا لا. خارج اي ستوب سيدي، برافو عليك، جابها لاصقه سنتيمتر. بسم الله خلو لوطوروس عاوتاني، لوطوروس عندهم في المانيا ما كاين غير القتيلة، تكونش حربي ما صعيب باش تشد معاهم، ما كاين غير الجرا. ولكن اسيدي تبارك الله عليهم الالمان تيسوقو
الطريق مزيانه وعندهم السيارات حتى هما مزيانين. واش اللي تيصنع داسيا بحال اللي تيصنع مرسيدس والبورش؟ ها انت تلاحظ ان تلاحظ باللي كاين سميتو بلاد اللي هي منتجه بلاد اللي هي صناعيه بلاد اللي هي عندها واحد القوه صناعيه كبيره. تكون غادي في الطريق انت يبان لك الروكات كثار شنو اخر يبان لك دوك الروكات اللي هازين السيارات كثار. تعرف ان بلاد اللي هي تصنع سيارات بواحد الكميه كبيره قوة صناعية صراحة تتلمسها في لوطور اللي راه هاد البلاد هادي عندهم اوكي لالا مكلام كبير. يعني كاين واحد الشطاو هنايا دايرين 80 كيلومتر باش تمشى غادي نسيتي حصار من القانون غادي نمشيو يعني بغيتها فاش يكون تتكون السرعة ما محدوداش راه ما محدوداش وبغيتها فاش تكون محدودة راه كلشي تيحتارها. سيرنا باقي شادين الطريق لا تيتنامجو شوية بقى ليا 121 كيلو صافي تتنزل على ديك 100 كيلومتر هاكو راه مبقى ليا والو. سو سيدنا لقيتوني يلاه وصلت دابا لوطي شويه صراحه عييت في الطريق وصلت دوشت ارتحت واحد شويه ومزاقا ما كليت كاع من الفطور ما كليت حتى شي حاجه يلاه كليت شي تقيوتات في الطريق يلاه نشوف فين ناكل واخا المطا سميتو لوطيل جاي حدا المطا ديال ميشن. قلبت ما باليش شي بلايص اللي قراب فين ناكل ما عرفتش شنو عندي دابا نشوفو يا غادي نمشي شي ريستورون ولا نقضي بشي لعيبات باقي ليا تمايا حتى الغد ليه ونشوفو شنو ناكلو. الحاجه اللي قلبت ما عجبتنيش هو الاخر يا ربي هو الطقس حالة ديال الطقس دايرين هنايا غادي يطيح الثلج بعد غدا وانا كنت مقرر بعد غدا نمشي لذاك القصر شفانشتاين سميتو كنت مقرر نمشي حتى بعد غدا ولكن بان لي الثلج غادي يطيح بعد غدا والنهار اللي موراه دونك المشيه لي غادي تكون خايبه ولهذا تنفكر دابا واخا عيان صراحه ما تنحملش نفكر في شي حاجه نخطط لها وانا عيان تيبان لي عندي الحل هو نمشي غدا نوض غدا الصباح وديك البلاصه بعيده ب 120 كيلومتر باش بعيد داك القصر على مينشن دونك خصني نوض غدا الصباح بكري نمشي نشوف داك القصر ونحيدو علينا ونشوف ديك الساعه شنو كاين اخر هنايا ما يتشاف بان لي واحد البلاصه اخرى عاوتاني واحد عاود لي عليه واحد السيد صراحه نعرفو هو اللي قال لي بامكانك تمشي لهاد البلاصه هذه كاينه هنا قريب المنشن اكبر او لا اعلى قمه جبليه عندهم هنا في المانيا يتسمى كونيكس شبيتزا او قمه الملك غادي نشوفوها حتى هي نشوفوها ولكن بان لي نطرق هذا المسمار هذا الاول ديال القصر ما حد الجو مزيان باش نقدر نصور شي حاجه ومن بعد داكشي عاد نشوفو من بعد داكشي عاد نشوفو القضيه ديال داك القمه الجبليه نشوف واحد الدري حتى هو تنعرفو هنايا
مش حال هذا ما تلاقيتو سميتو إلياس، نشوفو نتلاقاو ونشوفو. مازال ما عيط له ما فراسوش كاع واش كاين انا هنايا في ميشن. قلت له مش حال هذاك فراسو، راني غادي نجي لالمانيا وغادي نقدر نجي لهاد الجوايه ديال بافاريا، ولكن ما فراسوش راني هنايا دابا نشوفو واش نقدروا نتلاقاو ولا لا. هذا هو الدري يمكن الوحيد اللي سنعرف هنايا في ميشن، يمكن هو الوحيد. ونشوفو ديك الساعه البلانات الاخرين واش يبان شي بلان ديال شي تصافيره هنايا قريبه، حيت ميشن قريبه صراحه بزاف ديال البلايص، قريبه لسويسرا قريبه للنمسا. نشوفو شنو غيكون. يلا نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، واخا ماشي شي فيديو صراحه هاي ديال الطريق. نشوفو ان شاء الله في الفيديو ديال الغد اللي ما عرفناش واش 100% واش غادي يكون ديال القصر ولا نمشيو للمدينه، ولكن تنقول واحد 90% غادي يمشي للقصر على حساب داك التوقعات ديال الطقس بان لي هذا هو الحل. يلا نشوفو ان شاء الله في فيديو اخر، تهلاو لي فراسكم، السلام عليكم، تشاو.